القصر هذا هو الجبل جبل أبي قبيس، وهو أول جبل ظهر من الأرض عندما كانت في ماء، عندما كانت في ماء أمر الله جل وعلا أن تطهر، ظهر منها ذلك الجبل، وهو أول جبل في الأرض. جبل إيه؟ جبل أبي قبيس، وهو الذي صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم نفس الله إبراهيم، فقال يا أيها الناس إن الله اتخذ بيتا فبدلوه. فكل من سمع النداء في ظهور الرجال لبى، ونحن الحمد لله ممن لبى. وهذا البيت الأصفر هو مكة المكرمة، وهو بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ولد فيه. والحمد لله أنا كنت من المشرفين، دخلت فيه كثير قبل أن أدخل بيت أمك الشريف، دخلت عدة مرات كثير قبل. الحمد لله تعالوا أريكم بالخليفة الذي تزوج فيه، وكان ينزل الوحي والناس يخشوا الأرض.